نجتمع في تولوز لنؤكد من جديد تضامننا مع مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه استئناف عملية الإبادة الجماعية في غزة، دون أن ننسى استمرار الاستعمار والفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس وفي جميع أنحاء فلسطين. بعد أسبوع من الهدنة، الصور القادمة إلينا من غزة مروعة ومخيفة، وتصريحات قادة اليمين المتطرف الإسرائيلي واضحة، وهدفهم واضح، مواصلة مشروعهم الاستعماري الذي بدأوه منذ أكثر من 75 عاما، ولا يهم ما هو الثمن. ولكننا لا ننسى غزة التي تأثرت ولو قليلا لأنها لم تعد تسمع وتعاني من القصف المستمر ولو لبضعة أيام فقط، ولا ننسى مشاهد الابتهاج بالإفراج عن عشرات الأسيرات الفلسطينيات ومنهن عهد التميمي وإسراء جعبيط. واليوم تؤكد مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده للعالم من جديد أنه ليس لدينا خيار آخر، ويجب علينا الحشد من أجل وضع حد نهائي لعملية الإبادة الجماعية التي تدعمها وتمولها الإمبريالية الغربية. ونحن بحاجة إلى أن نتحد ونتجمع أكثر من أي وقت مضى. الحشد والاجتماع لتكثيف وتطوير الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وكل الشركات العالمية المتواطئة معها مثل مجموعة كارفور، مواصلة الحشد والتضامن من أجل آلاف الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الصهيوني، دون أن ننسى المناضل جورج إبراهيم عبد الله، وهو شيوعي لبناني ومناضل فلسطيني مقاوم مسجون في فرنسا منذ عام 1984، على الرغم من أنه أصبح حرا منذ عام 1999. الحشد من أجل دعم الحل العادل والدائم والوحيد لشعوب المنطقة، الحل الوحيد الذي يقدم منظورا تحرريا إنسانيا وتقدميا للجميع، فلسطين حرة وديمقراطية من البحر إلى النهر. وبالأمس واليوم وغدا دعونا نهتف بصوت عال وواضح: تحيا فلسطين وتنتصر فلسطين. تحيا فلسطين، تحيا 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 تحيا فلسطين.